عليكم وأنا ومرحبا بكم في موعد جديد من ولاد بلادي. أنا تنتواجد في واحدة من روائع المعالم الطبيعية الساحرة في المغرب، لي جاردان ماجوريل، حديقة نباتية ساحرة للأعين في غاية من الروعة، فيها مختلف أنواع النباتات والأزهار النادرة قادمة من القارات الخمس. مهنة البستاني اللي هو تزرع وتعتني وتحرث الأرض وتهتم بالنباتات والأشجار وتصميم الحدائق والمناظر الطبيعية. أجي تشوفوا معايا كيف كيقضي البستاني أزبلي عبد الرحيم نهار ديالو. عبد الرحيم، واش نقول انت انسان محظوظ تشتغل في حد الحديقه اللي خدات المرتبه الثانيه عالميا لي جاردان ماجوريل؟ من طبيعه الحال انا في كامل السعاده ديالي ملي تنتوجه هنا في هذه الحديقه كعامل. سي عبد الرحيم، بغيتك تشرح لنا كيفاش كانت البدايه ديالك في هذه المهنه. انا البستانه قدها من الباديه، ديك الساعه في العطله المدرسيه كنت نمشي عند الجد ديالي وتنشوفو كيفاش تيطلق البذور وكيفاش تيدير الاشجار والساقي وسميتو، وبقات راسخه بالذهن ديالي هاد القضيه. وجا واحد السيد هو اللي عرفني بالحديقه ماجوريل وبقيت فيها كعامل من سنه 2000. امتى تبدا النهار ديالك هنا في الحديقه؟ تقريبا مع 7 الصباح باش نوجدوا الارضيه الملائمه للزوار. تنسبقوهم ساعه ولا ساعه ونص وتنوجدوا لي زالي، تنقيوهم، نقيو الشجار، نقيو لي كريم الوراق اللي طايحين ليا بسينا سميتو، تنعاودو نمشيو اللي عندو السقي تيسقي، اللي عندو الطياج تيمشي تيطيي، واللي عندو شي حاجه في البوست ديالو تيديرها. انت عندك لا مان فيغت اللي عندك علاقه كبيره مع النباتات، واش النباتات تتهضر معاك، تتحرك معاك، تتبكي؟ ايه، النباتات كي تنعرفو كلنا راه كائن حسي تاني تخفيفون، ملي خصها شي حاجه هي تتعطيك الاشاره. مثلا خصها السقي تتشوفها ناعسه، خصك تعطيها الماء باش توقد. في الوقت ديال الاسمده تاني تتعطيها الغبار. في الفصل ديال الربيع تلقاو الشجر كلهم تيفننوا وكلهم مزدهرين وكلهم في واحد الاوج ديال العطاء ديالهم، كيف تيقول الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الآية تدل على أن النباتات حتى هما تيهضروا. سي عبد الرحيم، النباتات فيهم الذكر وفيهم الأنثى، كيفاش أنت تتفرز بيناتهم؟ الأنثى ديما تتكون ناضجة وتتعطينا الثمار، وهادشي تنشوفوه تقريبا في النخيل وفي الكرام وفي الرمان، كاع الحاجه اللي هي مذكر ما تعطيش، ولا الفاميلي هي اللي تعطينا الغله. هنا في الحديقه كاينين بزاف ديال النباتات اللي جاوا من 5 القارات. 58 فاريتي ديال النباتات اللي كاينه هنا في ماجوريل. مثلا الصبار جا من المكسيك، البرازيل، الارجنتين، امريكا اللاتينيه، وهنا في مراكش كيتلقى الجو ملائم ليه. والحاجة اللي درناها ديال الصبار تتعطي وتتنضج. إذا كشتي ماجوريل كان سيتانو فوياجور، كان تيمشي كل قارة تيجيب منها داك الشيء اللي عجبو تيجيبو هنا وتيغرسو في هاد الحديقة، كان هو مولوع بالطبيعة. لهذا الحديقة تشتمل على بزاف ديال الأنواع ديال النباتات. هاد النباتات والاشجار اللي كاينين هنا قلت لي بحال وليداتك. ملي تجيو تتلقى شي بلانط مريضه او غدا تموت، كي تتكون نتايا الحاله ديالك؟ تنمشي بواحد الصوره فائقه، تنجيب الدواء اللي تيلائمها وتنعطيها
وتنعاود نداويها ونعاود نداويها واحد ثلاثه الخطرات ولا اربعه حتى تسترجع اللياقه ديالها. اللي تسترجع اللياقه ديالها تنكون انا سعيد جدا. كاينين هنايا بعض النباتات اللي تيخرجوا الورده ديالهم مره ولا جوج مرات في العام، بحال اللي شفنا قبيله هذيك لا فلور ديال الكاكتوس. تكلم لينا على هذا النوع ديال لي كاكتوس. هذيك واحد النبته من لا فامي ديال لي كاكتوس، وحتى تتوصل شهر 6 ديما تتخرج هذيك الورده ديالها وتتبقى ثاني حتى شهر 12 6 شهور سبحان الله العظيم حتى تخرج ثاني الورده ديالها، وتتكون واحد الورده فيها سبحان الله العظيم تيبغوا الزوار كلهم يتصوروا معاها. سي عبد الرحيم الله يعطيك الصحه والعافيه. بارك الله. انا كنت سعيد انني اليوم قربت المهنه ديال البستاني. وصلنا لنهايه حلقه اليوم من ولاد بلادي، تتمنى لكم ليله سعيده ونتلاقاو غدا ان شاء الله.